بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا فيكم في قناة أمال إعلام. اليوم إن شاء الله حيكون درسنا عن طريقة أخذ المقاسات عشان نقدر نرسم الباترون الأساسي. طبعا عشان نقدر نرسم الباترون الأساسي لعمل أي قطعة بدنا بتخص فستان، بلوزة، جاكيت، بانتو، أي إشي لازم نكون نعرف ناخد المقاسات ونشان نقدر نعرف نرسم الباترون الأساسي. طبعا زي ما انتو شايفين في الصورة اللي قدامكم الطريقة موضحة بالكتابة وبالرسم كيف طريقة أخذ المقاسات. وكمان احنا برضو هلأ أنا حعملكم طريقة أخذ المقاسات على الجسم الموجود قدامنا. نبدأ بإذن الله. طبعا قبل ما أبدأ في الدرس بحب أذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوا اللايك ليصلكم كل جديد بإذن الله. نبدأ هلا أخذ المقاسات. طبعا أول شيء محيط الرقبة، بنحط المتر دائرة الرقبة إلى حد تجويف الرقبة من الأمام، بنحط إصبعنا تحت المتر ملامس للجسم اللي احنا بنقيس عليه. ثاني اشي بدنا محيط الصدر، محيط الصدر بيكون بالشكل هذا من الخلف الى اعلى بروز في الصدر، طبعا بيكون بالشكل هذا وايدنا بتكون تحت المتر ملامسة للجسم بالشكل هذا، ما بدنا نضايقه كتير بكون ماخذ المت ايدنا المقاس راحته. ثالث اشي محيط الخصر، محيط الخصر ما بدنا نحط ايدنا كلها، بدنا نحط اصبع بس عشان نقدر نمسك المتر والمقاس يكون جاي على القد، ما بدنا نكتر او نوسع لانه الخصر دائما بيحتاج يكون المقاس على القد. ثالث حاجة، رابع حاجة بدنا ناخد طول الخصر. طبعا طول الخصر انا عندي هنا محدد الفستان اللي قدامنا اللي له خصر، لكن في حالة انه كان ما له خصر وعلى طول بدنا نجيب اي متر او اي حزام نربط بالشكل هذا عشان نقدر ناخد المقاس طول الخصر. طبعا نيجي ناخد من اعلى من بدايه الكتف الى اعلى بروز في الصدر الى حد الخصر بالشكل هذا. باقي عنا عرض الاكتاف من الامام وعرض الاكتاف من الخلف. هلا عرض الاكتاف من الامام بتكون من عظمه الكتف الايمن الى عظمه الكتف الايسر، والخلف نفس الطريقه بيكون من عظمه الكتف الايمن الى عظمه الكتف الايسر. وطبعا هيك برضو حشرح لكم طريقه اخذ المقاسات بالتوضيح باذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين موضح لكم هنا قدامكم بالرسم محيط الرقبة نفس ما حددنا ومحيط الصدر طبعا مرسوم نفس ما احنا برضو حددنا وفرجيتكم بالقياسات ومحيط الخصر. هنا في الصورة الثانية رقم 2 طبعا طول الخصر وبينت لكم كيف منحدد الخصر. هيك قد بنكون ضايل علينا عرض الاكتاف. طبعا في الصورة الثالثة عندكم موضح عرض الاكتاف وطريقة اخذ عرض الاكتاف من الامام او الخلف بكون بنفس الطريقة. طبعا عشان ما ننسى او نتأكد كيف بدنا برضو ناخذ المقاسات اذا نسينا حكون موضحة لكم زي ما انتم شايفين في كتابة من بداية رسم الباترون من بداية مقاسات محيط الرقبة الى عرض الاكتاف من الامام. باذن الله بهيك بنكون انتهينا من طريق اخذ المقاسات وبيبقى علينا انه كيف نرسم الباترون عشان نقدر نفصل اي اشي احنا بدنا اياه ويكون سهل علينا. طبعا باذن الله الحلقة الجاية حتكون فيها طريقة رسم الباترون وحيكون الرسم مسهل وسهل كتير وسلس للكل اللي يقدر يرسم ويقدر يعمل اي اشي له نفسه فيه. بهيك بنكون انتهينا من طبعا الحلقة وبحب اذكركم انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وبإذن الله عشان يصلكم كل جديد. وأهلا وسهلا فيكم في كل حلقاتي وبكل مشتركيني إن شاء الله.